يا كذبة، اتقوا الله في المسلمين، دمرتم الأمة وخالفتم بين قلوب أبنائها. أنا بكلمك، مش الترابي ده؟ الإسلام ده فيه حاجات كثيرة كترت عليه ومو داير راسه، عشان كده ممكن حسب الجو اللي هو قاعد فيه يفتي بالفتوى المناسبة للناس اللي قاعدين. لما مشى في أوروبا قاموا سألوه، ها؟ قالوا أنتوا ناس دوغماتيك بيبول، because you ask women to wear wrapped clothes that anyone cannot see and cannot know which woman is this who is walking. Is she a woman or a man? They don't know anything. They said that you are dogmatic people. Turabi was asked this question. He said that we are not. We allow women to go outside their homes completely naked. عارف completely naked معناه شو؟ تمشي مفكوا يعني. زي الله ما خلقها. ده فكرة ترابي. عشان كده ببساطة الترابي لما يمشي أوروبا ويلقى الهواء يضرب هناك وده سأله ما في يفتي فتاوى ما عنده علاقة مع القرآن ولا السنة ولا دين من الأديان السماوية. أصل ده موجود في هاتو دين. ما تبرقوا وريني هاتو دين ده. خليه دين. سعي في هاتو ثقافة. بس مرات مرات كده يلقى في محلات كده احنا شفنا حياة زي دي. في ناس بيحبوا يعني ما أعرف في حرب الحاسس شنو قاعد بيجي ماشي سايق ربما ما خلق. في ناس عندهم ثقافات زي دي كده، لكن دي ما ثقافة محترمة يا أخي. دي ما ثقافة محترمة أصلاً. ومن اللواعب ومواقف الحيوانات دي واحد قال جدر يشتري في السوق في السوق وما لابس ولا حاجة. لا لا ما خلق، لو واحد خارج التمر في الوضع قال اسمع لا التمر ده بكم؟ الكيلو بكم؟ قال له خلينا بكم؟ أنت شاري قروش وين؟ كويس؟ الترابي ده يبقى مرة القروش تخش ده في خطرابي دير الجليدين ها؟ الترابي ما عنده علاقة إخواننا ما تتعبونا كثير الترابي ما عنده علاقة بالفقه ما عنده علاقة بالدين ما عنده علاقة بالإسلام ما ممكن يا ده كلام فارغ جات اتفاقية السيداو اللي هي اتفاقية إزالة كافة أشكال الفروض ضد المرأة the elimination of all sorts of discrimination against women دي وقعوا عليها مجموعة من الساسة أو الخساسة ولا بسموش الساسة السودانيين منهم صادق المهدي ومنهم الترابي ومنهم غيرهم وقعوا على اتفاقية سيداو والاتفاقية دي ما في حاجة اسمها فارق بين المرأة والراجل وقعوا فيها حد من الحقوق للمرأة حق الطلاق لكن أنا بستغرب من النوعيات دي الزول اللي بيتكلم عن شيوع المرأة وعن حرية المرأة نحن أول سؤال بنسأله للشعبيين والشيوعيين والكيزان وأي زول بيتكلم داخل الجامعات أول سؤال نحن بنسأله من الذي قيد المرأة؟ أنت بتلعب علينا؟ القيادة منو؟ اللي قال المرأة تلبس حجاب منو؟ مش الحجاب المزعج لك ده؟ السواد المزعج لك ده؟ القلال البسي منو؟ الفرض عليها منو؟ ربنا قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أزواجك إن انتهوا بناتك إن انتهوا كويس؟ فضل نساء المؤمنين بنات المبطحات من نجيلة دي نساء المؤمنين ولا نساء قريش؟ كفار دي النساء منو؟ يا هون إلا تقول أنا ما نساء المؤمنين والله خلاص أمشي ألبس الشرطة بس أقطع لي وأمر أنا ما أنا ما لكن إن كنت نساء المؤمنين لا تتكلم معك قالوا ونساء المؤمنين يدنين عليهن من فوق من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين الجلال بس انه عشان تقول انا حرر المراه اي حين انا معك حرر المراه لكن انت حررنا من منو ومن الذي وضع عليها القيود ومن الذي فرض على النساء اللباس سيدة عائشة قالت رحم الله نساء الانصار الاول لما أنزل الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن المروط للهدوم الدخينة كويس شققن مروطهن فاختمرن بها وفي رواية فاعتجرن بها وخرجن كأنهن الغربان سود تلعب السواد ده بخوفة نعمل لهم كتمة نفس نفس من كتم ونفس من كتم يا أخي مرة واحد جانا في كلية التربية ونحن نتكلم عن الحجاب وبحمد الله عملنا اسبوع عن الحجاب اتنقبوا 30 بيت
يا انصار السنه انتوا حكايتكم بالظبط شو؟ دلوقتي تودونا لوين؟ يعني قالت لنا نخش الجامعه نلقاها كلها سواد؟ قلنا لا اي. قال لكن ما كده ما ظريفه. ما ظريفه؟ قال كده حيبقى الجامعه شكلها جبان، ترى جبان انت. جبان ولا الجبان ده نحن دايرين نزاته. دايرين بنات البصر اسود. عشان انت لو عاينت ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسين. ما تعرف دي شنو ذاته تعاين وترجع البصر كرتين واربع كرات ما بتفهم اي حاجه تقال. والله واقع لي دي قال لي ماشي ولا جايه؟ قلت لك كويس جدا عشان انت تكون راجعنا جاي تقول لي جاي وانت ماشي. ارجع كويس تطلع علينا؟ يا زول نحن بندافع عن اصول بتاع الدين نزلها الله من فوق سبع سماوات. اجاب الله فرضه من فوق بتفصيله ده. قالوا سعيد بتفصيله ده. الله نزله من فوق. قال لي قول لبناتك ده البس اللبس زي ده. فهمت؟ عشان كده تستغرب من النوعيات دي لو الزول يجي يشكل الشغل بتاع الماركسيه. ده ما بيعرف الماركسيه ايش نزاته ولا يكون معرفه لكن هو دايره.